الدولة مهتمية بالتنمية في المحافظات الحدودية، ليه؟ يعني ليه احنا مهتمين قوي بتنمية الأعمدة الأربعة، خليني أقول، للدولة المصرية، والهدف من جعلها جزء أساسي من خطة التنمية الشاملة؟ خليني أقول هو طبعا زي ما حضرتك قلتي هي جزء من التنمية الشاملة في الدولة، زي ما بيحصل في كل الدولة في تنمية بشكل كبير جدا. لكن احنا لو جينا نظرنا على المناطق الحدودية هنجد ان هي للأسف شديد كانت مهملة لعقود طويلة جدا، ما كانش في اي تنمية بتطال هذه الاماكن بشكل كبير. يعني احنا شفنا الوضع كان في سيناء اهمال لسنوات طويلة، الاهمال ده ادى الى تسلل عناصر وجماعات وتنظيمات إرهابية إلى أرض سيناء، كان للأسف الشديد ضحت الدولة بخيرة شبابها زي ما بنقول من رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل تطهير الأرض. على الجانب الآخر كان فيها التنمية، لأن التنمية في أي مكان هي الحائط الصد المنيع أمام أي فكر إرهابي، أمام أي تنظيمات إرهابية، أمام أي محاولة لاختراق الدولة المصرية من أي اتجاه من الاتجاهات. التنمية في كل مكان، فكان الأساس للدولة إن هي تواجه التنظيمات الإرهابية في سيناء، وإن هي تبدأ في عملية التنمية الشاملة اللي تمت في سيناء واللي احنا شفناها واتكلمنا عنها كتير، من طرق، من أنفاق لربطها بالوادي، من مدن جديدة، استثمارات كبيرة بتضخ في الوقت الحالي في سيناء. فكان ده شيء مهم جدا لمواجهة الفكر الإرهابي وأيضا رفع المعاناة عن أبناء سيناء. لو جينا بصينا على المنطقة الغربية هنجد ان كان برضو اهمال لعقود طويلة. المنطقة الغربية والصحراء الغربية كان فيها اكتر من 24 مليون لغم من الحرب العالمية الثانية، وما كانش في اي عمليات لتطهير هذه الارض، ولو كان في تطهير كان بياخد وقت طويل جدا لإزالة مثلا عدد صغير من الأفدنة. لكن منذ عام 2014 واستراتيجية الدولة الواضحة للتنمية والتطوير تم إزالة الألغام، شفنا عمليات البناء الواسعة اللي بتتم هناك، مدن ساحلية، مدينة العالمين الجديدة اللي أصبحت في الوقت الحالي يعني مدينة عالمية سياحية تجذب السياح، من مش العرب فقط ولكن اللي موجودين في حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا على مستوى العالم. مدينة محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللي شفنا أيضا الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب عشان يحصل اكتفاء ذاتي داخل الدولة المصرية من الخضر والفاكهة والزراعات المختلفة. أيضا بعديها مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة. العمليات بقى التطوير والتحديث، خلي بال حضرتك ان محافظة مطروح اللي هي بداية مثلا من مدينة الحمام او العلمين وانت كلها يعني ثروات طبيعية وحاجات فيها قادرة على ان هي تجذب الاستثمارات الخارجية للدولة المصرية، وعلى الجانب الاخر ان هي يستفيد اهالي هذه المحافظة من الاستثمارات اللي فيها. يعني مثلا لو شفنا على واحد سيوة تتميز بطبيعة خلابة مش موجودة في أي حتة. بجانب النقطة المهمة تانية المهمة إن هي مصدر أساسي للتمور داخل الدولة المصرية وللزيوت، فزيت الزيتون بالذات، لأن ده مشروع وفي مشروع هناك كبير ومصنع كبير لزيت الزيتون متواجد في سيوة. فكان فيها إهمال، الإهمال ده نتج عنه الصرف الزراعي، فالصرف الزراعي أثر على الزراعات اللي موجودة وأثر على المنتج بتاع الزراعات اللي موجودة كلها. لكن الدولة تدخلت، وزي ما قال سيادة الرئيس خلال اجتماعه مع أهالي مطروح إن هو تم تطوير هذه المنطقة.